فخور بمساندة المنتخب الوطني في هذا الحدث الإفريقي. وفي هذا الصدد عندنا جهزنا جوج ديال لي فان زون، الاولى كي تنشوفوا اليوم في كومبلكس الامل بالدار البيضاء، والثانيه بمدينه امزميز في منطقه الحوز. والهدف ديال هاد لي فان زون هو باش الناس يجيو يتفرجوا ويعيشوا حماس المقابلات وعن طريق انشطه ترفيهيه. ونبغي ناكد ايضا بان هنايا كيمكن نشوفوا المقابلات نتاع المنتخب الوطني، ولكن كذلك المقابلات نتاع المنتخبات الافريقيه الاخرى. كنتمنوا كل خير للمنتخب الوطني المغربي، وحنا دائما وراء هاد وليدات هادو ديال الكراكي، وكنشجعوا الرايه الوطنيه، وان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه. حنا دايرين فيهم الثقه وعرفنا بانهم غادي يفوزوا، غيدوزوا للدور الثاني، وكنتمنوا اننا نديو لا كوب باش نفرحوا الشباب ديالنا وكل شيء الشعب المغربي. المباراه ديال اليوم تنتمنوا الله سبحانه وتعالى يعاون الفريق الوطني يفوز بثلاثه كيف ما فاز في الاول. كيلعبوا الدراري مزيان الله يعاونهم، مع مدرب زوين الكراكي مغربي بخير وعلى خير. المنتخب الوطني يقود يعني المباراه بذكاء جيد، والنتيجه الحمد لله هي في صالح المنتخب المغربي رغم بعض الاخطاء اللي كانت دفاعيا، ولكن الحمد لله كاينه روح قتاليه وكاين واحد الجماليه في الاداء من طرف اللاعبين واحساس رائع ان شاء الله الرحمن الرحيم للفوز. وكنتمنوا من الشوط الثاني ان يديروا شي محاولات كما داروها من قبل في الدقيقه الاولى. كنظن بلي المنتخب المغربي انه عطى واحد الثقه كبيره في المباراه هي اللي خلات هذه المباراه تخرج بتعادل. لو كان الفوز لكانت الحاله جيده في المباراه الثالثه، ان شاء الله نكونوا مرتاحين في المباراه الثالثه، ونتمنوا الفوز ان شاء الله للمنتخب المغربي في المباراه الثالثه. كنا بغيناهم يديروا يجيبوا ثلاث نقاط باش تولي عندنا ست نقاط، ولعبوا في الماتش التالت لعبوا باريحيه، ويعطي المدرب فرصه للاعبين الاخرين باش اللاعبين الاولين لعبوا المباراه الاولى باش يرتاحوا، ونوجدوا للدور الثاني بكل اريحيه. ولكن قدر الله ما شاء فعل، جابوا الكونغو جابوا معنا التعادل، ونتمنوا للدراري التوفيق في الماتش الثالث ان شاء الله. الكونغو الديمقراطيه منافس شرس بالنسبه للفريق الوطني، نتمنوا لهم التوفيق في المباراه الجايه ان شاء الله، وما يكون غير الخير ان شاء الله بالنسبه للفريق الوطني، وكنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. المقابله كما شفتوا دازت في واحد الجو اللي هو كان شويه مشحون، وحتى في الاخر المقابله شنو وقع ما بين الفريقين. الحمد لله هذا ماشي نهايه العالم، مازال ان شاء الله المباراه الثالثه كونتر لا زومبي ان شاء الله اللي غتكون بالليل. وكما كنعرفوا دابا كاين فصل الصيف في لاكوت ديفوار، كاين شويه الرطوبه، كاين شويه الحراره، الدراري يحسوا شويه بالعياء، مي ماشي مشكل، مازال ان شاء الله غادي ننتصروا في المقابله الثالثه، ولما لا نتصدروا المجموعه، وحتى هذا الافونتاج ديالنا باش نبقاو في نفس المدينه، ما يمكنش ذاك الديبلاسمون، وان شاء الله الدراري غايديروا اللي فوسعهم باش يمشيو بعيد في هذه المنافسه.